شوفوا يا حبايب، هذا درس كمان سريع، هذا درس سريع. خلينا اعطيكم هو، وفي منه كثير في السوق الان. الشركات الناس قاعده في مركز الاسهم السعودي، تمام، بيسمعوا ابو محمود، الله يا الخدمات، الله اكبر، دقت 33 ورجع، الله اكبر، يا سلام، اديله منقى، ما زلنا ننتظر الهدف 44 40. اسالكم بالله، لو واحد جالس في مركز الاسهم السعوديه، هل يستحق هذا السهم في هذا المكان شراء ضمن المنهجيه حقتنا؟ هل هذا السهم ينفع يجي واحد جديد اشتري فيه بالطريقه دي وفي المنطقه دي وهو ما واكب السهم لا في البدايه الاولى لما عدى 25 وشافه اغلق فوقها، ولا لما عدى السهم مناطق ال 28 واغلق فوقها، ولا لما اخترق ال 50 واغلق فوقها؟ سمع ابو محمود جالس اليومين دي، الله يا الخدمات. طيب الله يا الخدمات تنقال لمين؟ تنقال لناس طالعين في موجه صاعده متمسكين في السهم، خففوا في الطريق، اخترق السهم، ماسكين كميات، كيف الخدمات؟ والله ما شاء الله. طيب باقي من اهم مقاوماته الان مستويات خط الترند الهابط الرئيسي ومستويات اول 23 فيبو من الموج. يعني يا ابو محمود كيف الخدمات؟ ممتاز، لكن واحد ما هو عايش السهم ده من اول وله يملك فيه، هل هذا المحور يستحق انه يشتري فيه وهو ما يملكه؟ يا ولد ايش لك وايش الام السهم، روح دور لك سهم تو طالع. طيب انا اخاف يروح. تخافي تروح؟ طيب لما يختلف ويقفل حط الاختراق والفيبو في ظهرك وادخل، يكون وقف خسارتك قريب. الان لو طاح الخدمات ما في سلبيه الا الين يكسر ال 30، هل انت تدخل تتعلق ب 10% الى متوسط ال 50؟ ليه ما تدور دعم تدخل منه؟ طيب مو راضي ينزل للدعم، طيب مالك خلاص استنى يخترق. طيب يا رجل، طيب انت يا ابو محمود بتقول الله يا الخدمات، يلعن ابو شيطانك، احنا جايين من 22 في عالم جالسه معايا ما باعته، لازم دائما يفتح. طيب انت فين مخك؟ استوعبت كلامي يا حبايب؟ هذا الكلام تعرفه في اكثر من شركه في السوق الان. نحن على اعتاب مفترق، الله لو عدينا النقطة دي يجيك واحد متحمس، والله شكلهم هذول حقون مركز مبسوطين شكلهم. يا ولدي طيب انت عشت معانا في البابطين، لما نجي عند مقاومة انت ايش دخلك معانا؟ طيب انا ابغى ادخل. تبغى تدخل؟ طب ادخل من عند دعم. كيف تدخل في سهم وهو مفترق زي كده؟ طيب هذا لو لف الطارة ونزل فيك مو حرام؟ العالم تستناه عند الدعم وانت تشوف ال 10% وتجيك ام الركب ويصادف انه السوق احمر، ايش يصير فيك؟ تقوم تجيك ام الركب وتبيع بخساره؟ انت داخل سوق الاسهم عشان تكسب ولا داخل عشان توتر نفسك وتحط نفسك في مواقف محرجه؟ حلل يا اخي السهم واعرف هل هو في مناطق شراء ولا لا. اي واحد حتساله عن الخدمات الارضيه الان حتسمع كل المحللين يمدحوا، ما في احد يقول لك السهم سلبي. لكن يا جماعه لمين؟ المنطقه دي لمين؟ دائما اقول لملاكو، لكن استنى، طالما نحن نتكلم على انه ممكن الخدمات دا عنده وتد لو اخترق الترند وقفل فوقه، يا شوفوا يا شباب الله اكبر، الواحد النسبه الذهبيه. طيب الافضل تدخل فين؟ تشوف بعينك اغلاق شهري، الشمعة دي مقفلة فوقها وشايف بعينك اخترق القمة الفرعية دي والسهم ما شاء الله متماسك، وشايف بعد ما اخترق شفته خلاص صار فوق ال 36 37، جيت دخلت خلاص داخل على اساس انت زي البي سي اي، على اساس نحن لما ضرب ال 40 مو جايين من 34، السهم معطي 6 ريال، ليه قلبنا جامد عند 38 نشتري؟ لما نبيع نخفف، شايفين قدامنا ترند اخترق خلاص لما يختبر شيء، قاعدين نلعب على التحليل الفني، 70% ناجحين بحول الله، لكن ممكن يكسر ممكن، لو كسر نتفاهم، عندنا حلول وداخلين من دعم، انت وقتها
يوم يخترق خلاص صار انت مطمن. تخيل الخدمات بعدها كسر، انت تملك الجرأة على وقف الخسارة، لكن هنا حتنغبن. هنا لو نزل وكسر حرام، تقول طيب يمكن راح يسوي كتف يمين، طيب يمكن من 30 نزل 29، والله في كتف هنا صارت الخسارة 15%، أما من فوق ما في تردد، كسر خلاص برا، كيف يرجع تحت الفيبو؟ الحالة زي ما قلت لأخونا قبل شوية، الحالة الفنية هي اللي تخليك تفرض عليك اتخاذ القرارات الجريئة دي. لما وصل الألماني 39 وكان يقعد يلعب عند 38، كانوا يجون الناس نفقع نخفف، طيب كيف تخفف وتفقع هو فوق 37؟ طيب يمكن يروح السهم مخترق، قال لك والله أنا جاي من 30 معاه المكاسب 30%، طيب خلاص أرفع درجة المحافظة على الأرباح 37، ما لم يكسرها لا تبيع، خلك. طيب إيش اللي خلينا نقول كده؟ الحالة الفنية زين، جاي من 10 ريال وصل 16، طيب ليه قاعدين نزاحم السهم ونشتري لما كسر 14، ما بين 14 و13 30، نعلم الغيب؟ حالة فنية. وضحت الفكرة يا حبايب؟ فمو كل ما مدحنا سهم بعدين يجينا واحد يقول والله تورطنا. ومين قال لك انه كل سهم انا امدحه يعني معناها تفضل ادخل؟ انا ما اقول ادخل، انا لي حل للسهم واتكلم عنه، لكن انت لازم تتعلم وتعرف هل المنطقه دي اللي بيتكلموا عليها مفترق؟ يعني انا ممكن سبحان الله على حظي السهم ما يبان معاهم وما يخترق؟ طب هم ما همهم شيء، هم كسبانين، لكن انا اللي حتورط. هذا الحس شغل مين؟ شغل المحلل ولا شغل صاحب المحفظة؟ لا إله إلا الله. بس كيف الشارت يا شباب؟ ها؟ كيف بالله الشارت؟ وي 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 اليوم مقفل 33 40، تعرفوا يا شباب ريالين ريالين لو قفل فوقها الخدمات كده، وي 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 وي. تعرفوا هذا الترند كم عمره؟ تخيلوا الخدمات الأرضية في 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 شهر 7 من عام 2015، شهر 5 2015، نحن الآن في عام كم؟ عام نحن في شهر 6 في 23، يعني كم سنة؟ 8 سنين وشهر. لأول مرة من 8 سنين نشهد اختراق لمسار هابط في للخدمات الأرضية من قمة 80 وربع. لا وتعال شوف الشارت، قاعين متجاورين وكأنك تتفرج على شارت الألماني وكأنك تتفرج على دبليو على الشهري. وي 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 هي يا خوفي بكرة واحد يدخل السهم ولسه ما اخترق ويجي يكتب لي بعدين في الشات الله يهديك يا أبو محمود ورطنا في الخدمات الأرضية. والله يا جماعة الحطب هدول اللي قال عليهم ماجد حيظهروا، مع أنه أنا كلامي والشارت واضح وضوح الشمس في رابعة النهار.